البارح سمعت واحد لايف ديال واحد جوج الأشخاص من ذوي الحركية المحدودة أنهم تتكلموا على عدم وجود الولوجيات في المنصة التجارية للقرب القدس. ربما ما سعفوش الفرصة، ما سعفوش الحظ أنه يشوف جميع الولوجيات اللي متوفرة، زائد جميع ما يتعلق بهذه الفئة. هذه واحد. زوج، بالنسبة للشارع العمومي، يعني باش يكون الولوجيات من الشارع العمومي للمنصة، نذكر هذا الأخ أن الأشغال لازالت مستمرة، وحتى الأماكن ديال الولوجيات اللي دخلوا للمنصة راهم متراصين، والشركة اللي متكلفة بالأشغال راه باقا مازال خدامة. فهذا الأخ أن هذا بالنسبة لي أنا ماشي مطلب ديالو، بل هو قانون. قانون 10.03 هو اللي تنظم هذا الإطار ديال الولوجيات. يعني جميع المرافق سواء كانت تجارية أو تنشيطية أو رياضية أو ترفيهية أو مراكز تخييم، هذا قانون يحتم أن تكون متواجدة لهذه الفئة. وبالنسبة للعدد ديال هذه الفئة على صعيد مستوى بركان، راه أكثر من 3000 شخص اللي هما من هذه الفئة. وأنا أطمئنهم على أن الافتتاح ديال هذه المنصة التجارية ما غادي يتم إلا بوجود جميع الولوجيات. إلا حسبت لك غير الولوجيات اللي كاينين هنا أمام المدخل، كاينين 4، زائد أنا إلا سمحتوا لي مازال غادي نوريكم حتى المرحاض الخاص بهم اللي هو محطوط بدي نورم انترناسيونال، وهنا غادي نوريهم لكم. وباش نطمئن هذا الخاص أن هذه الفئة حنا راه ماشي نسيناها وماشي قسيناها، فحنا بجنبها ونوفروا لها جميع. لنا بالنسبه لينا هاد الفئه هذه خاصها تدخل المنصه وتتقدى وتتبضح بكل اريحيه، يعني لا داعي انها تطلب المساعده، خاصو يكون تكافؤ الفرص ما بين هاد الفئه وما بين الاشخاص العاديين. بالنسبه للولوجيات هنا في المدخل الرئيسي كاين 1، 2، 3، 4، بالنسبة للواجهة اللي في الجهة الأخرى كاينين 4 ديال الولوجيات خاصين بهذه الفئة هذه. هذا فيما يخص الكونتور ديال هاد المنصة. زائد غادي نوريكم حتى الرابط ما بين الشارع العام والمنصة، الولوجيات اللي هي خاصها تحط. هي متراصية الشركة ومازال ما انتهت الاشغال، لان غاديش نطمئن هاد الفئه هذه راه المنصه ما غتفتتح حتى تكون بجميع المقومات ديالها.